وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: والأصح وقوعه في الكتاب والسنة، وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي وقد تقدم، فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز أو مجمع أو إحمال على اللغوي أقوال، والمختار أن اللفظ مستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل، فإن كان أحدهما فيعمل به ويوقف الآخر. البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وإنما يجب لمن أريد فهمه اتفاقا، والأصح أنه قد يكون بالفعل، والمظنون يبين المعلوم، والمتقدم وإن جهنا عينه من القول والفعل هو البيان، وإن لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين وأمر بواحد فالقول والفعل ندب أو واجب متقدما أو متأخرا. وقال أبو حسين: متقدم تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإنجاز، وإلى وقته واقع عند الجمهور سواء كان المبين ظاهر أم لا. وسادسها يمتنع في غير المجمل وهو ما له ظاهر. ورابعها يمتنع تأخير البيان إجمالي فيما له ظاهر بخلاف المشترك والمتواطئ. وخامسها يمتنع في غير النص وقيل يجوز تأخير النص اتفاقا. وسادسها لا يجوز تأخير بعض دون بعض، وعلمني المختار أنه يجوز للرسول أي الصلاة والسلام تأخير التبليغ للحاجة، وأنه يجوز أن لا يعلم الموجود من مخصص ولا بأنه مخصص. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن الإجمال، فقد عرف في الحصة الماضية المجمل. قال المجمل ما دل، المجمل ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته. وذكر لنا أمثلة لا إجمال فيها على الأصح. قال: فلا إجمال في آيات الصائغة ونحو حرمت عليكم أمهاتكم وامسحوا برؤوسكم لا نكاح إلا بوليين رفع عن أمتي خطأ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لوضوح دلالة كل وخالف القوم. ثم ذكرنا أسباب الإجمال، وقلنا أسباب الإجمال حصرها بعضهم في ستة، لكن المصنف رحمه الله زاد عليها أسبابا أخرى فقال: وإنما الإجمال في مثل القرء والنور والجسم ومثل المختار تردده بالفاعل والمفعول، وقوله تعالى: أو يحفظ الذي بيده عقدة النكاح إلا ما يتلى عليكم وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمنع أحدكم شهره أن يضع خشبا في جداره، وقولك: زيد طبيب ماهر ثلاثة زوج وفرض. قال هنا: والأصح وقوعه في الكتاب والسنة. الأصح وقوع المجمل في الكتاب والسنة للأمثلة السابقة، لكن وقوع المجمل في الكتاب والسنة هل يبقى هذا المجمل على إجماله؟ تقدم الكلام على هذا في مباحث اللغة، وأن المجمل المكلف به لم يبقى في الكتاب والسنة، فما من مجملين إلا وقد بوين في الكتاب والسنة، لكن ما يتعلق بالتكليف. أما ما لا يتعلق بالتكليف فهو باقي في الكتاب والسنة. أشار المصنف في هذا فيما مضى وفي بقاء المجمل غير مبين أقوال سائسها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته. فالعلماء اختلفوا، فبعضهم قال لا يبقى المجمل في الكتاب والسنة بصفة عامة، استدلوا بقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، والدين لا يكمل إلا إذا بين جميع مجملاته. القول الثاني يقول إنه موجود ولا يزال، استدل بقوله تعالى: وما يعلم تاويله إلا الله، إذ الجمهور يقفون على اسم الجلالة.
أصحاب القول الثالث فصلوا، قالوا: أما المجمل الذي لا يتعلق به تكليفون فهذا موجود في الكتاب والسنة، وأما المجمل الذي يتعلق به التكليف فقد بين. استدلوا بنحو قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ها هنا قال: والأصح وقوعه في الكتاب والسنة. اختلفوا فيه على قولين. القول الأصح يقول إن المجمل واقعون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو القول الأصح. القول المقابل الأصح وهو قول داود الظاهري، يقول: لا، ليس موجودا في الكتاب والسنة. فداود الظاهري ينفيه. ويمكن أن ينفصل عن الأمثلة السابقة بأجوبة، بأن يقول بأن قول الله تبارك وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يقول إنه ظاهر في الزوج لأنه الذي بيده عقدة النكاح. وبأن قول الله تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يقول إنه لا إجمال في قوله إلا ما يتلى عليكم، لأنه مقترنون بمفسره، وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. وبأن قول الله تبارك وتعالى: وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون، يقول إن الواو هنا ظاهرة في الاستئناف، ولفظ والراسخون مبتدأ ظاهر. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، يقول إنه ظاهر في الأحد، الضمير في جاره ظاهر في عوده إلى الأحد، لا يمنعن أحدكم، لأنه محط الكلام، لأنه محط الكلام. هذا معنى قول المصنف: والأصح وقوعه في الكتاب والسنة. ثم قال: وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي. وقد تقدم الأصح أن المسمى الشرعي لللفظ أوضح من المسمى اللغوي له. لماذا؟ لعرف الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات، أو لبيان اللغويات، لبيان الشرعيات. فإذن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذا احتمل اللفظ مع المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وكان في كلام الشارع في القرآن أو في السنة، فإنه يحمل على عرف المخاطب وهو الشارع، وعرفه الشرعيات، وعرفه الشرعيات. فمثلا الله يقول لنا: وأقيموا الصلاة. الصلاة في الشرع هي الهيئة المخصوصة ذات الركوع والسجود، الصلاة في اللغة الدعاء. فاللفظ ها هنا يحتمل معنيين، يحتمل المعنى الشرعي ويحتمل المعنى اللغوي، فلنحمله إذن على المعنى الشرعي، لأن الشرعي هو عرف الشارع، فلنحمل الصلاة هنا على الهيئة المخصوصة ذات الركوع والسجود، إلا إذا قام دليل يبين لنا أن الشارع لم يريد عرفه، وعندئذ نحمله على المعنى اللغوي، كقوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة في عرف الشارع هي الهيئة المخصوصة، لكن هنا قامت عندنا أدلة على أن المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي وهو الدعاء، لحديث ابن أبي أوفى وغيره أن أباه أسى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على ابن أبي أوفى، اللهم صل على ابن أبي
أوفى. فالمراد بالصلاة هنا وصل عليهم الصلاة اللغوية. ولماذا لم نحملها على الصلاة الشرعية التي هي عرف الشارع؟ لأن عندنا أدلة تبين لنا أن الشارع إنما أراد المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي المعنى اللغوي. وكذلك الحديث إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجيب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي فليصلي. إذن ها هنا الصلاة في عرف الشارع هي الهيئة المخصوصة، لكن وراد في رواية أخرى فليدعو فليدعو. فإذا دعي إلى الوليمة فإنه ينبغي له أن يشتغل بالدعاء لنفسه ولصاحبه العرس وللمسلمين. فإذا هنا قام عندنا دليل يصرف اللفظ عن معناه الشرعي إلى معناه اللغوي. هذه هي القاعدة. وإذا وقع التعارض بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية في كلام الشارع قدمت الحقيقة الشرعية لأنها عرف الشارع. كما لو قال إنسان مثلا والله لا أركبن دابة عبد فلان، وكان لهذا العبد دابة يملكها، والله لا أركبن دابة عبد فلان، قالوا لا يحنت بالدابة المشعولة للعبد. ما هل من ينوي ذلك؟ أما إذا نوى فإنه يحنت. قالوا لا يحنت. لماذا؟ لأن العبد لا يملك. وحتى على القول الذي يقول إنه يملك فإنه يملك ملكا ناقصا. ومن حيث الشرع الدابة هذه هل هي مملوكة للعبد أو مملوكة لسيده؟ مملوكة لسيده، لأن العبد وما ملك لسيده. واللفظ هنا ينصرف إلى حقيقة الشرعية. وأما الحقيقة العرفية فإننا نقول دابة فلان، العبد دابة فلان، هذا من حيث العرف. فإذا الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة العرفية كما تقدم على الحقيقة اللغوية. أما إذا وقع التعارض بين الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية فإن الحقيقة العرفية ستقدم على الحقيقة اللغوية. كما لو قال والله لا أكلت بيضا ثم أكل بيض السمك، والمنوي شيئا والمنوي شيئا ثم أكل بيض السمك، هل يحنت؟ قالوا لا يحنت، لأن البيض عندنا في العرف هو بيض الدجاج مثلا. أو قال والله لا أكلت رؤوسا ثم أكل رؤوس الدجاج أو رؤوس السمك، ولم ينوي شيئا، فهل يحنت؟ قالوا لا يحنت، لأن الحقيقة العرفية أن الرؤوس عندنا إذا ذكرت إنما تنصرف إلى رؤوس الغنم إلى رؤوس الغنم. أو قال والله لا أكلت لحما ولم ينوي شيئا ثم أكل سمكا، فهل يحنت؟ قالوا على كل حال اللحم في اللغة السمك يسمى لحما، والله تعالى قال تستخرجون منه لحما طريا، ومع ذلك لا يحنت، لأن السمك في اللغة لا في العرف لا يسمى لحما، في العرف لا يسمى لحما. إذا الحقائق ثلاث كما تقدم لنا في مبحث الحقيقة والمجاز، حقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. فإذا وقع التعارض بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية لأنها عرف الشارع. وإذا وقع التعارض بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية قدمت الحقيقة الشرعية كذلك. أما إذا وقع التعارض بين الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة العرفية، تقدم هذا.
تقدم اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين، والأمران متفيان قبل الاستعمال، ثم هو محمول على عرف المخاطب، ففي الشرع الشرعي لأنه عرفي، لأن عرفه ثم العرفي العام ثم اللغوي، ثم اللغوي، تقدم كل هذا في مبحثه. قال هنا، قال والأصح أن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي، فإذا وجدنا للفظ مسمى شرعيا ومسمى لغويا ووقع هذا اللفظ في كلام الشارع في الكتاب أو في السنة فإننا نحمله على المعنى الشرعي، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وسبب تقديمها عليها أنها عرف الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي. قال وقد تقدم وقد تقدم ذلك في مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز كما أشرنا إليه على كل حال، لكن وهذا مذهب الجمهور في حالة الإثبات، أما في حالة النفي فخالف في ذلك الغزالي والعامدي كما تقدم. الغزالي يقول اللفظ مجمل، والعامدي يقول اللفظ يحمل على المعنى اللغوي، الحقيقة الشرعية إذا وجدناها منفية كالحديث الذي يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، نهى عن صيام، الصوم هنا حقيقة شرعية وقد وقعت منفية لأن النهي بمعنى النفي، النهي بمعنى النفي، فالجمهور يقولون تحمل على الحقيقة الشرعية طبقا للقاعدة المتقدمة، وأبو حامد الغزالي يقول إنها مجملة، إنها تحتمل المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وما احتمل واحتمل سقط به السلال، والآمدي يقول تحمل الحقيقة الشرعية في سياق النفي أو النهي على الحقيقة اللغوية، على الحقيقة اللغوية، وتقدم هذا، فقال الغزالي والآمدي مجمل، الغزالي يقول مجمل والآمدي قال يحمل على المعنى اللغوي. المصنف أعاد لنا هذا الكلام اللي يبني عليه ما ياتي، فقال فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز أو مجمل أو يحمل على اللغوي أقوال. إذا تعذر المسمى الشرعي لللفظ فهل هذا اللفظ يرد إلى المسمى الشرعي بطريق المجاز، أو يكون هذا اللفظ مجملا، أو تقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية؟ لازلنا في المسألة نفسها، إذا تعذر قلنا بأنه إذا احتمل اللفظ والمعنى الشرعي والمعنى اللغوي ولكن تعذر حمله على المعنى الشرعي فهل يرد هذا اللفظ إلى المعنى الشرعي بطريق المجاز، أو يحمل على، أو نقول إنه مشمل إنه يحتمل ويحتمل، أو نقول يحمل على الحقيقة اللغوية؟ المسألة فيها إذن أقوال ثلاثة أو مذاهب ثلاثة. فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز، هنا كما يقول يرد إليه بطريق المجاز، لماذا؟ محافظتان على عرف الشارع ما أمكن، هذا القول أحوط الأقوال. القول الثاني يقول إنه مجمل لأن اللفظ يحتمل المعنى المجازي ويحتمل المعنى اللغوي، ويحتمل المعنى المجازي الشرعي ويحتمل المسمى اللغوي الحقيقي، فهو إذن مجمل إنه يحتمل ويحتمل. القول الثالث يقول تقدم الحقيقة اللغوية على المجاز الشرعي
لأنها أقوى منه. فإذا في المسألة أقوال كم؟ ثلاثة. على كل حال هذا معنى قول رحمه الله. فإن تعظى حقيقة فيرد إليه بتجوز أو مجمل أو يحمل على اللغوي أقوال. المثال يوضح الإشكال. مثاله حديث الترمذي وحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. قوله الطواف بالبيت صلاة، صلاة تعذر مسمى المسمى الشرعي هنا في لفظ الصلاة، لأن الطواف ليس بصلاة. الصلاة هي ذات الهيئة المخصوصة، والطواف ليس بصلاة. هل يحمل على الصلاة الشرعية؟ تعذر حمل الصلاة الشرعية، حمل اللفظ على الصلاة الشرعية في هذا المثال. إذن يرد إلى المعنى الشرعي بطريق المجاز، فنقول الطواف بالبيت كالصلاة، كالصلاة في اشتراط الطهارة وستر العورة والنيات وما إلى ذلك. هذا القول الثاني، يقول بأنه يرد هذا القول له. يقول تعذر حمل اللفظ هنا لفظ الصلاة في قوله صلاة على المعنى الشرعي. إذا نرده إلى المعنى الشرعي بطريق المجاز. لما تعذرت الحقيقة الشرعية حملناه على المعنى المجاز، وعندئذ نقول الطواف بالبيت كالصلاة. كالصلاة في ماذا؟ في وجوب ستر العورات والطهارة والنية، ويجب الطواني والستر على من طاف ندبها بسعي يشتال. وهذا مذهب الجمهور إلا الحنفية. على كل حال، فإن قالوا يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة، لأن الطواف صلاة بطريق المجاز. القول الآخر يقول إنه يرد إلى المعنى اللغوي ولا نحمله على المعنى الشرعي. والمعنى اللغوي الطواف بالبيت صلاة، سمي الطواف صلاة لاشتماله على الدعاء، والدعاء معناه الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء. المذهب الثالث يقول إنه متردد بين الصلاة المجاز الشرعي وبين الحقيقة اللغوية، وهو يحتمل ويحتمل، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال. فهي إذن أقوالون كم؟ ثلاثة. أقوالون ثلاثة. المصنف رحمه الله اختار منها كما في شرح مختصر من حاجب القول الأول، وهو أنه يرد إلى الشرعي بطريق المجاز، بطريق المجاز. هذا معنى قوله رحمه الله. وقال فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز أو مجمل أو يحمل على اللغوي أقوال. هذا الذي قرره الشارح رحمه الله. لكن المسألة فيها نقاش، هذا ليس بمجاز على القول الأصح عند البيانيين، بل هو تشبيه بليغ. عندنا المجاز وعندنا التشبيه البليغ. المجاز تقول رأيت أسدا يقرأ القرآن، هذا نقول فيه مجاز استعارة. ولكنك إذا قلت زيد كأسد هذا تشبيه. فإذا حذفت حرف التشبيه وهو الكاف وقلت زيد أسد كان تشبيها بليغا. وأبلغ تشبيه ما من حذيف وجه وآلة يليه ما عرف كما هو مقرر في محله. هذا مذهب جمهور البيانيين. وخالف بذلك الشيخ سعد الدين التفتساني وجماعة من البيانيين، فجعلوه من قبيل المجاز، من قبيل المجاز. وعلى هذا
فنقرر هذه المسألة بوجه آخر، فنقول إذا حمل الشارع لفظا شرعيا على لفظ آخر حمل مواطأة وكان بينهما تباين في الواقع فهو تشبيه بليغ، تشبيه بليغ. الطواف بالبيت صلاة، الشارعون حمل لفظ الصلاة هو لفظ شرعي حمله على الطواف، حمل مواطأة، مواطأة مبتدأ وخبر، الطواف بالبيت صلاة، طواف مبتدأ صلاة خبر، يسمى هذا حمل المواطأة. فإذا حمل الشارع بمعنى جعل الصلاة خبرا عن الطواف، الطواف صلاة، الطواف صلاة، طواف البيت صلاة، هذا يسمى تشبيها بليغا على القول الأصح. علماء الأصول اختلفوا في وجه الشبه إذا كان يحتمل معنيين، معنى شرعيا ومعنى لغويا، كقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة، حديث ضعيف كذلك ولا يضرنا ضعفه، إن القصد هو التمثيل لا الاستدلال. الاثنان فما فوقهما جمع، الاثنان مبتدا وجماعة خبر، الجماعة جعلها جعل الاثنين فما زاد عليهما جماعة صلى الله عليه وسلم. علماء الأصول قالوا هنا كل من هاتين الجملتين يحتمل معنى شرعيا ومعنى لغويا، الأول والطواف بالبيت صلاة يحتمل معنى شرعيا وهو الطواف بالبيت كالصلاة في التواب، أو الطواف بالبيت كالصلاة في اشتراط الطهارة والنية وستر العورات، وهذا معنى شرعي. يحتمل معنى لغوي وهو الطواف بالبيت دعاء، لأن الطواف يشتمل على الدعاء، لأن الطواف، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، لأن الطواف يشتمل على الدعاء، فيسمى إذن صلاة بطريق اللغة لا بطريق الشرع، فهو يحتمل معنيين. كذلك الاثنان فما فوقهما جماعة يحتمل معنيين، معنى شرعيا ومعنى لغويا. المعنى الشرعي الاثنان فما فوقهما جماعة، يعني أنهما في التواب كالجماعة، إذا صلى اثنان صلاة الجماعة فلهما فضل الجماعة ويتابعان تواب صلاة الجماعة، أو الاثنان فما فوقهما جماعة في تقدم الإمام، فالإمام لا يصلي بينهما ولكن يتقدم عليهما، وهذا معنى شرعي كذلك. أو الاثنان فما فوقهما جماعة، يعني أن الاثنين من الإخوة للأم يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس وينزلان منزلة الجماعة، وإن كان القرآن وله إخوة، قال وله إخوة فلأم السدس. هذه المعاني كلها شرعية. هناك معنى لغوي وهو الاثنان يصدقان بالجماعة، الاثنان يصدقان بالجماعة، وهذا معنى لغوي. إذن هذا هو وجه الخلاف، إذا قلنا إنه هو يحتمل أن يكون مجازا ويحتمل أن يكون تشبيها بليغا، والأصح أنه تشبيه بليغ، أنه تشبيه بليغ، هذا هو سبب اختلاف الأصوليين في هذا المعنى. فهل هذا اللفظ الذي له محملان شرعيون ولغويون هل يرد إلى المعنى الشرعي بطريق المجاز محافظة على الشرعي ما أمكن؟ القول الثاني يقول إنه مجمل لأنه يحتمل ويحتمل. القول الثالث يقول
إنه يحمل على المعنى اللغوي. لماذا؟ لأن الحقيقة اللغوية مقدمة على المجاز الشرعي، الذي اختاره المصنف وغيره من المحققين أنه يحمل على المجاز الشرعي، هذا معنى قوله. والمسمى الشرعي أوضح من اللغوي وقد تقدم، فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز أو مجمع أو يحمل على اللغوي أقوال. ثم قال: مختار أن اللفظ المستعمل أي معنى تارة ولمعنيين، ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل، فإن كان أحدهما فيعمل به ويوقف الآخر. إذا وجدنا لفظا يحتمل من جهة معنى واحد ومن جهة أخرى معنيين، وذلك المعنى الأول ليس أحد المعنيين الآخرين، تصويره واضح. وجدنا لفظا يحتمل من جهة معنى واحد ومن جهة أخرى معنيين، ولكن ذلك المعنى الأول ليس هو أحد المعنيين، هذا اللفظ يسمى مجملا. لماذا؟ لأنه تردد بين المعنى وبين المعنيين. القول الأصح مقابل الأصح يقول يترجح المعنيان على المعنى الواحد. لماذا؟ لأنهما أكثر فائدة، وسأذكر لكم أمثلة من هذا القبيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح، في مروى مسلم، لا ينكح المحرم ولا ينكح المحرم بحج أو عمرة، لا ينكح ولا ينكح. النكاح هو لفظ مشترك بين العقد والوطء على أحد الأقوال، أنه لفظ مشترك. وتقدمنا ما هو اللفظ المشترك، هو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى. فقالوا النكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء، فإن حملناه على الوطء أفاد معنى واحدا، وإن حملناه على العقد أفاد معنيين، ليس ذلك المعنى الأول أحدهما. إذا حملناه على الوطء نقول لا يطأ المحرم ولا يوطأ، أي لا يمكن غيره من وطئه. هنا أفدانا معنى واحدا، لأن الواطئية والموطوئية محلهما واحد، لا يكون واطئا ولا موطوعا، أفاد لنا معنى واحدا. وإذا حملناه على العقد أفاد لنا معنيين، لا يعقد المحرم لنفسه ولا يعقد لغيره. والعقد هنا متعدد، العقد للنفس والعقد للغير، أفاد لنا معنيين. ولكن المعنى الأول هو هل هو أحد هذين المعنيين؟ لا، إذن يكون مجملا. إذا اللفظ يكون مجملا، لماذا؟ لأنه تردد بين المعنى الأول وبين المعنيين الأخيرين، هذا بالنظر إلى اللفظ. وإلا فعندنا أدلة أخرى خارجة عن هذا، على كل حال تمنع من هذا. هذا هو معنى قول المصنف. قال: والأصح أقل، والمختار أن اللفظ المستعمل أي معنى تارة ولمعنيين يعني أخرين، ليس ذلك المعنى أحدهما تارة أخرى على السواء، وقد أطلق، عن القرائن. قال: هذا اللفظ ماذا؟ مجمل. لماذا كان مجملا؟ لتردده بين المعنى والمعنيين، هذا هو الأصح المختار. مقابل المختار يقول بل يحمل على المعنيين. لماذا؟ لأنهما أكثر فائدة،
والمختار أن اللفظ المستعمل لي معنى تارة ولي معنيين، ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل، والحديث واضح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. المحرم بحج أو عمرة ينبغي له أن يستحضر عظمة ذلك المكان المقدس، فلا ينبغي له أن يرتكب شيئا من هذا القبيل. الذين يرتكبون بعض الأخطاء عمدا هاهنا، ولا نسمي أخطاء وإنما هي تعمدات في الحقيقة، فهؤلاء على كل حال لا يعبأ الله عز وجل لا بحجهم ولا بعمرتهم. لماذا؟ لأن المكان يؤخذ فيه الإنسان بمجرد الإرادة ولو لم يفعل. الله تعالى يقول: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. توعد الله عز وجل من أراد أن يرتكب معصية في ذلك المكان بالعذاب الأليم. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخافون الله عز وجل في كل أحوالهم، ولكنهم كانوا يقدرون الله حق قدره في تلك الأماكن المقدسة. يقال إن الحسن بن علي رضي الله عنهما حج فطاف بالبيت ثم ألصق خده على المقام وجعل يبكي ويقول: عبيدك يا ربي واقف، مسكينك يا ربي واقف، سائلك يا ربي واقف، حتى أشفق الناس عليه. ثم خرج فوجد أناس يأكلون خبزا يابسا فدعوه وجلس معهم وقال: لولا أنه صدقتون لأكلت منه. ثم دعاهم إلى بيته فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم. وقالوا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه حج على قدميه وساق معه 30 راحلة، 30 ناقة، وعندما وقف بعرفات أعتق 30 مملوكا، 30 عبدا، وحملهم على 30 ناقة، وأعطى كل واحد منهم 30، وأعطى كل واحد منهم 30. وذلك المقام ينبغي للإنسان أن يستحضر فيه ما أمكن عظمة الله تبارك وتعالى، لأنه بيته سبحانه عز وجل. وقد أخبرني أحد حملاء كتاب الله، كان هذا الرجل رحمه الله أفنى عمره في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، كان من الصالحين فيما نحسب ولا نزكي على الله أحدا. هذا الرجل تزوج امرأة مدة مديدة من الزمان فلم تنجب له ولو ولدا واحدا، ويسر الله سبحانه تبارك وتعالى الحج، فذهب إلى بيت الله الحرام. قال: ثم إنه جاء عند الملتزم وأخذ به وقال: يا رب، إنك قلت وقولك الحق في كتابك الكريم، وادعوني أستجب لك، أستجب لكم، وها أنا أدعوك، فأعطيني فلانا وفلانا وفلانا وفلانة وفلانة وفلانة، وسمى الأولاد الذكور والإناث. قال لي: والله عندما رجعت من المشرق إلى المغرب ونمت مع أهلي في فراشي أحسست بإحساس غريب، وما مضت إلا فترة قليلة حتى حملت امرأته وولدت له جميع الأولاد الذين سماهم بما فيهم الذكور والإناث. وكان هذا العبد الضعيف مريضا،
رأيت مرضا شديدا، ويسر الله تبارك وتعالى الذهاب إلى الديار المقدسة، وأنا لا أحب الازدحام، الناس يتزاحمون على الحجر الأسود وعلى الملتزم، أنا أبتعد. وذات يوم سنحت لي الفرصة، فذهبت عند الملتزم وسألت الله تبارك وتعالى 3 دعوات: الأولى أن يشفيني الله عز وجل، والثانية أن ييسر الله لي في السكنة، لم تكن عندي سكنة، والثالثة أن يغنيني الله تبارك وتعالى عن المشارطة. وما إن رجعت حتى يسر الله تبارك وتعالى السكنة بأيسر وجه وأصلعه، وشفاني الله عز وجل من ذلك المرض. ولكن الثالثة لم تقع بعد. ولما ذكرت هذا الكلام لأحد أهل العلم قال لي: إن في بقائك في المسجد خيرا، فربما لو فارقت المشارطة لانقطعت عن التعليم وما إلى ذلك. فذلك المقام ينبغي الإنسان أن يعظمه وأن يحترمه. والذين يرتكبون فيه بعض الأخطاء والفواحش، هناك أناس يرتكبون فواحش ومنكرات، نعوذ بالله من ذلك. وجل هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل هم الذين يحجون بأموال الحرام، تجدونهم يتاجرون في مخدرات والمسكرات وفي غير ذلك، وهم الذين لا يعبؤون ببيت الله الحرام ولا يعبأ الله تبارك وتعالى بهم. إذا حججت بمال أصله سحتون فما حججت ولكن حجتي العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، فما كل من حج بيت الله مبرور. ويقول الآخر: يحجون بالمال الذي قد جمعوه حراما إلى البيت العتيق المحرم، ويزعم كل منهم أن وزره يحط ولكن فوقه في جهنم. كل واحد منهم يزعم أن ذنبه سيزول ويحط، ولكنه يحط عليه في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء هم الذين يرتكبون تلك المنكرات والفواحش التي ينادي عليها صريح الكتاب والسنة بالتحريم والوعيد الشديد، نعوذ بالله من ذلك. إذا الشاهد عندنا في الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح. لماذا؟ إنهم متلبسون بعبادة عظيمة، لا ينبغي له أن يفكر في هذا الأمر، لا ينبغي له أن يفكر في هذا الأمر وهو في ذلك المقام، بل ينبغي له أن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأنه في بيت الله سبحانه عز وجل. كنت مع رفقتين وكان معهم أهلهم، وكنت كثيرا لا أحضر معهم وقت الغداء، أقول لهم: إذا جئت فداك وإذا لم آتي فشأنكم. وكان من عادتي أنني أقرأ شيئا من القرآن وأنظر في بعض الكتب العلمية، فإذا راودني النوم أخذت نعلي وتوسدتهما ونمت في المسجد. وذات يوم أحسست بالجوع فخرجت من المسجد فأكلت شيئا وتوضعت، وقلت في نفسي: يا رب يسر لي جليسا فقيها أذاكره. ورجعت إلى المسجد فصليت ركعتين، ثم أخذت كتابا أنظر إليه، وإذا بشيخ كبير يقف عن يساري يصلي، وهو أسود البشرة أبيض الرأس واللحية، وقد أصابه التعب وعليه إحرام وقد لوته بالمخاط. فنظرت إليه فضحكت مستهزئا، قلت: لقد استجاب الله الدعاء. في نفسي: والله يا إخواني ما إن سلم حتى
مد يده إلي وصافحني وسلم علي، قال لي ما اسمك؟ قلت فلان ابن فلان. قال من أي بلد أنت؟ قلت من المغرب. قال لي ما عمله؟ قلت إمام. قلت وأنت يا شيخ ما اسمك؟ قال فلان. من أي بلد؟ قال من مالي. قلت ما عمله؟ قال مدرس، فقيه مدرس. صارت لي دهشة. ثم ما الذي تدرسه؟ قال أدرس مختصر خليل ومطال إمام مالك وكذا 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 وكذا. ثم جلس إلى جانبي وذكرته فوجدت الرجل بحرا من العلم، وكان متعبا وكثيرا ما يراوده النوم، فجعلت أمازحه وأقول له يا شيخ استيقظ لئلا ينتقض وضوءك. وأخيرا لما صلينا وأراد أن يذهب إلى محله أخذ بيدي هذه وجعل يجرني، يقول يا محمد قم معي إلى مضيفي، قم معي إلى مضيفي، وأنا أعتذر إليه ولم أتخلص منه إلا من مشقة عظيمة. ثم استغفرت الله تبارك وتعالى وتوبت إليه. قلت لعلي ما كان ينبغي لي أن أستهزئ بذلك الدعاء. قلت الله تعالى استجاب والله لي هذا الفريسة جاني هكا، هذا هو الفقير اللي بغيته أنا نذاكر معه ولا ما في نفسي، والعياذ بالله. فلذا ذلك المقام الله قال فيه آيات بينات، مقام إبراهيم فيه آيات بينات. هذه الآيات لا يراها جميع الناس ولا يراها إلا من أحب الله تبارك وتعالى. والله هذه القصة وكأنكم تعيشون معي أحداثها. على كل حال، فلذلك ها هنا الذين يفعلون هذه الأفاعيل على كل حال وهذه الأخطاء وهذه كذا، هؤلاء يبعدون عن الله تبارك. كيف تحدثك نفسك أن ترتكب مثل هذه الأشياء وأنت في بيت الله الحرام؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. قلنا النكاح العلماء اختلفوا هل هو موضوع للوطي فقط أو موضوع للعقد. الأكثرون قالوا إنه موضوع للعقد، والمريد في القرآن بمعنى الوطي إلا في ثلاث آيات، وبعضهم قال إنه لفظ مشترك بين الوطي والعقد. فإن حملنا هذا اللفظ هنا لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يطأ ولا يطأ، أفاد لنا معنى واحدا وهو أن المحرم لا يكون واطئا ولا موطئا. وإن حملناه على معنى العقد أفاد لنا معنيين، لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. ولكن المعنى الأول هل هو أحد المعنيين الآخرين؟ لا. فإذا اللفظ هو مجمل، اللفظ هو مجمل على هذا القول. قال رحمه الله والأصح أن قال اللفظ أن اللفظ المستعمل يمعن تارة ولمعنيين، ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل. لماذا كان مجملا؟ لأنه متردد بين المعنى والمعنيين، هذا القول المختار. مقابله يقول إنه يحمل على المعنيين. لماذا؟ لأنهما أكثر فائدة. وقول المصنف ليس ذلك المعنى أحدهما، هذا مما ظهر له رحمه الله، جاء المحلها هنا وأيده. قال والظاهر أنه مراد الأصوليين، أنه مراد الأصوليين، وأن اللفظ المستعمل معنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل. فإن كان أحدهما فيعمل به ويوقف الآخر. إذا كان هذا المعنى أحد المعنيين فإنه يعمل به ويوقف الآخر. يعمل به لماذا؟ لوجوده في الاستعمالين، ويوقف الآخر للتردد فيه. مثاله حديث مسلم أيضا التيب أحق بنفسها من وليها. التيب هي التي تقدم لها زواج، التيب أحق بنفسها من وليها. هذا الحديث وفيه هذا المثال فيه تكلف ما على كل حال.
يحتمل معنى من جهة معنى ومن جهة أخرى معنيين. من جهة المعنى الأول أنها تعقيد لنفسها، الجهة الثانية أنها تعقيد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها. إذن باعتبار المعنى الأول، الجهة الأولى أفاد ماذا؟ معنى واحدا وهو أنها تعقد نفسها، وباعتبار الجهة الثانية أفاد معنيين، أحدهما هو المعنى الأول تعقد نفسها، والثاني تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها أو لا يجبرها على النكاح. وأحد المعنيين، المعنى الأول هو أحد المعنيين، قالوا يحمل عليه، يحمل عليه، وبحمله عليه به قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال به بعض الشافعية، ولكن قالوا في المكان الذي لا ولي فيه ولا حاكم. المرأة إذا لم تجد وليا ولم تجد حاكما من حكام المسلمين فإنها تعقد لنفسها، على أصحاب مذهب الإمام الشافعي الذي حكاه عنه بعض أصحابه، الذي حكاه عنه بعض أصحابه. تقدم الكلام لهذه المسألة. هذا المثال فيه تكلف، فيه شيء من التكلف كما تلاحظون، والأفضل أن يمثل المصنف أو الشارح رحمه الله بالحديث الذي يقول ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث من جهتين يحتمل معنى واحد، باعتبار الجمار وهي الأحجار يفيد معنى واحدا، وهي هو أن تكون الجمار أوتارا، أن يستجمر بثلاثة أحجارين أو كذا. وباعتبار المعنى الآخر إذا حملناه على استجمار، على الاستجمار، الإيثار في الاستجمار، الإيثار في الاستجمار يفيد لنا المعنى الأول أن تكون الجمار وحجارا ويسرا. المعنى الثاني أن يكون الاستجمار ويسرا ولو كانت الأحجار شفعا، كما إذا استجمر بحجرين أحدهما له شعبتان، أحدهما له شعبتان. لاحظوا هذا المعنى، ومن استجمر فليوتر. الحديث من جهة يفيد معنى ومن جهة أخرى يفيد معنيين، وأحد المعنيين والمعنى الأول هو أحد المعنيين الأخيرين. إن حملناه على الجمار وهي الأحجار، إن حملناه على الجمار أفادنا معنى واحدا وهو كون الأحجار وترا، وإن حملناه على الاستجمار أفاد لنا معنيين، أفاد لنا المعنى الأول وهو كون الأحجار ويسرا، وأفاد لنا معنى آخر وهو كون الاستجمار ويسرا ولو كانت الأحجار شفعا، كما لو استجمر بحجرين أحدهما له شعبتان، أحدهما له شعبتان. إذن ها هنا المعنى الأول هو أحد المعنيين، قالوا فالأولى أن يحمل على المعنى الواحد وهو كون الأوتار، كون الحجار ويتا، كون الحجار ويتا. مثال آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما سوقي بالسماء العشور، وفيما سوقي بالنضح نصف العشور. السماء يعني المطر العشور، وفيما سوقي بالنضح بالسقي وما إلى ذلك هذا نصف العشور. هذا الحديث كذلك يحتمل من جهة معنى ومن جهة أخرى معنيين. المعنى الأول الذي استفيده منه هو بيان القدر المخرج، القدر المخرج إما العشور وإما نصف العشور. ومن جهة أخرى يفيد معنيين، أحدهما هذا المعنى وهو أن القدر المخرج هو العشور أو نصف العشور، ويفيد معه معنى آخر وهو المخرج منه، المخرج منه وهو السقي
أوي النضح، السقي بماء السماء أوي النضح. فهو باعتبار المعنى الأول، الجهة الأولى يفيد معنى واحدا وهو ما يخرج، ما يجب إخراجه، وهو العشر أو نصف العشر. وباعتبار الجهة الثانية يفيد معنيين، هذا المعنى ومعنى آخر، وهو ما يخرج منه، وهو المسقي بماء السماء أو المسقي بالنضح. ولا شك أن المعنى الأول هو أحد المعنيين الأخيرين، فليحمل عليه. فإذا نقول هنا الحديث لبيان ما يجب إخراجه، لبيان ما يجب إخراجه. هذا معنى قوله رحمه الله قال: وأن اللفظ المستعمل لي معنى تارة ولي معنيين، ذلك المعنى أحدهما مجمل، فإن كان أحدهما فيعمل به ويوقف الآخر. ثم قال رحمه الله البيان، لما تكلم عن الإجمال أخذ يتكلم عن البيان، لأن البيان هو الذي يوضح لنا الإجمال. إذا كان هناك شيء مجمل وجاء شيء آخر يوضحه ويبينه، فهذا التعيين نسميه البيان. البيان ها هنا بمعنى التبيين، عندنا المبين وعندنا المبين وعندنا المبين به. عندنا المبين، المبين في الحقيقة هو الشارع، هو الذي يبين حقيقة، ومجازا يطلق على الدليل الذي يبين لك الشيء. وعندنا المبين، المبين هو ما كان مجملا ثم جاء ما يوضحه فنسميه المبين. وعندنا المبين به وهو ما يقع به البيان. فمثلا الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة مجملة، الزكاة مجملة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك، فصلى عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين مقادير الزكاة وأنصبتها. فالمبين في الحقيقة هنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والمبين على طريق المجاز هو الدليل، هو الدليل. والمبين هو الصلاة والزكاة، والمبين هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما شرح لنا أنصب الزكاة ومقادرها. فعندنا أمور إذن ثلاثة: المبين والمبين والمبين به. ها هنا المصنف رحمه الله عرف لنا البيان باعتبار المصدر، المعنى المصدري، المعنى المصدري. فقال البيان، وإليك الشيء قال بمعنى التبيين، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، بعدما كان الشيء غامضا أصبح واضحا، فكأنه أخرجه من مكان الغموض إلى مكان الظهور، إلى مكان الظهور. هذا معنى البيان، إخراج الشيء من حيز إشكال. فالصلاة مثلا، أقيموا الصلاة إشكال لأنه مجمل، لا نأخذ من القرآن عدد الركعات في الصبح أو في الظهر ولا الجهر ولا وما إلى ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ذلك بقوله وفعله أخرج هذا معنى هذا اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والاتضاح. قال ها هنا: فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا، وإن كان يطلق عليه المبين أيضا، يعني قال: والله بكل شيء عليم. هذا واضح، هل يحتاج إلى بيان؟ هل يسمى هذا مبينا؟ لا، نسميه مبينا، وإن كان من العلماء من يسميه مبينا، لأن المبين هو ما كان غامضا ثم اتضح، وما هذا فهو متضح من أول وهلتين. البيان إخراج الشيء من حيز إشكال إلى حيز التجلي،
قال وإنما يجب لمن أريد فهمه اتفاقا، البيان يكون واجبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أريد فهمه المشكلة اتفاقا. لماذا؟ لحاجته إليه لكي يعمل به أو يفتي به غيره بخلاف غيره. فالنبي يجمع عليه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فاصدع بما تؤمر. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالنبي إذن يجب عليه البيان، ولكن كيف لمن يجب عليه البيان؟ لمن أريد فهمه المشكل، الذي أريد فهمه المشكل هو الذي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له. لماذا؟ لأنه محتاج إليه لكي يعمل به أو يفتي به غيره. ولهذا قال وإنما يجب من أريد فهمه اتفاقا. ثم قال والأصح أنه قد يكون بالفعل. هل البيان ويكون بالفعل كالقول؟ الأصح نعم، البيان يكون بالقول ويكون بالفعل أيضا، القول الأصح. مقابل الأصح يقول لا يكون البيان بالفعل. لماذا؟ لطول زمنه، فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول، وذلك ممتنعون. الآخرون يقول على ليس بممتنعين، وقد وقع، وقد وقع الوقوع فيهما بالجواز وزيادة. فإذا البيان بأي شيء يكون؟ البيان يكون بأمور، البيان يكون بالقول وبالفعل وبالتقرير وبغير ذلك. وقد أشار إلى ذلك ابن عاصم رحمه الله في الموثق فقال وهو يحصل بالتعليل والقول والمفهوم والتأويل والنسخ والتخصيص والدليل من حس أو عقل على التفصيل والفعل والإقرار والإيماء والكتب والقياس في الأشياء. هذه الأمور كلها يكون بها البيان، بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يشرح القرآن ويفسره هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وظيفته. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي هو الذي يبين القرآن ويوضحه، لأن السنة هي التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. البيان يكون بهذه الأشياء، يكون بالتعليل، يكون بالتعليل. فلما قضى زيد منها وطن زوجناكها. لماذا زوج الله زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم؟ العلة لكي لا يكون للناس، حتى لا يكون هناك حراج على الناس في تزوج بنساء أدعيائهم. فلما قضى زيد منها وطن زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا كتب علينا الصيام؟ لعلكم تتقون، لكي تتقوا الله عز وجل وتبتعدوا عن المعاصي. إذن هذا بيان أو ليس ببيان؟ هذا بيان. البيان يكون بالتعليل ويكون بالقول. القول إما أن القرآن يبين القرآن أو يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. القارعة ثم القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ القرآن بينا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث مثلا. وهكذا إن إنسان خلق هلوعا إذا مسه الهلوع. ما هو الهلوع؟ في الصلاة والقرآن. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هذا بيان بالقول، هذا بيان بالقول. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده. حقه، الحق هنا مجمل. فبينه النبي صلى الله عليه وسلم في مسقط السماء العشر مثلا، بينه بماذا؟ بقوله. هذا بيان وشرح.
القول، وهو يكون بالتعليل والقول، كذلك يكون بالقول ويكون بأمور أخرى، القول والمفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. فلا تقل لهم أف، لماذا نهاك الله عن التعفيف؟ لأجل الإيداية. وإذا كان التعفيف ممنوعا لأجل الإيداية فالضرب ممنوع بالأولى والأحرى. إذا هذا بيان بماذا؟ بالعلة. هذا مفهوم بالمفهوم، هو مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة مطل الغني ظلم. إذا كان الإنسان غنيا وقاطيا على تسديد ديونه ويماطل، فإن مماطلته هذه تكون ظلما. قال ما مطل الغني ولو كان غير غني مماطلته تكون ظلما؟ إذا بين لنا أن مماطلة غير الغني ليست بظلمين بطريق المفهوم المخالفة. والمفهوم وهو يكون بالتعليل والقول والمفهوم والتاويل، ويكون بالتاويل كذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قلنا هذا مؤول ليس على ظاهره، متى يتوضأ الإنسان؟ عندما يكون داخلا في الصلاة أو قبل الدخول إليها؟ قبل الدخول. إذا معنى الآية إذا عزمتم على القيام إلى الصلاة. إذا ها هنا التاويل بين لنا معنى الآية، بين لنا معنى الآية والتاويل. ويكون كذلك بالنسخ، النسخ لأنه بيان لانتهاء صلاحية الحكم الشرعي. والذين يتوفون منكم ويضعون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، تشتد المرأة سنة. ثم جاءت الآية الأخرى تقول والذين يتوفون منكم ويضعون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. إذا هذه الآية تبين لنا أن صلاحية حكم الآية الأخرى قد انتهت، صلاحيتها قد انتهت. بيان. سيأتي لنا أن النسخ اختلف فيها، هل هو رفع أو بيان، هل هو رفع الحكم الشرع أو بيان لانتهاء أمده. النسخ كذلك التخصيص، التخصيص هو بيان. الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم. الأولاد هنا عام، لكن جاءت السنة بعد ذلك وقالت لا يرث المسلم الكافي ولا الكافي والمسلم، فخرج الكافي لا يرث أباه المسلم، والمسلم لا يرث أباه الكافر. مع أن الآية عامة بينتها وخصصتها ماذا؟ السنة، السنة والنسخ. كذلك التخصيص. قال والدليل من حس أو عقل. الدليل وقد يكون حسيا وقد يكون عقليا. قال الله تبارك وتعالى وأوتيت من كل شيء، بلقيس، وأوتيت من كل شيء. وهل أوتيت كرسي سليمان الذي كان يعاصره عليه الصلاة والسلام؟ لم تؤته. إذن هنا الحس خصص العام كما تقدمنا، والتخصيص هو بيان. أو العقل، قل الله خالق كل شيء. فالعقل يبين لنا أن هذه الآية لا تتعلق بذات الله وصفاته، فذاته شيء وصفته شيء، ولكن هل الله خلق ذاته وخلق صفاته؟ أبدا، وإنما هو خالق لغيره. ما الذي بيّن لنا هذا؟ الأدلة العقلية من حس عقل. كذلك يكون بالفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما تقدم لنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فركع فوق المنبر، ولما السجود نزل وسجد. ولماذا صلى؟ ليراه الناس. ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لقوله تعالى أقيموا الصلاة. كذلك الحج ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مجمل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
فحج وطاف صلى الله عليه وسلم وسعى، ثم قال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني. إذن بين مناسك الحج بماذا؟ بفعله، هذا الفعل. والفعل كذلك التقرير، أن يفعل الشيء بين يديه أو في زمانه ويبلغه ويقره ويسكت عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل كما هو معلومون. فأبو بكر حكم للصحابي الذي قتل ذلك الكافر، وجاء صحابي آخر وطالب منه أن يعطيه سلبة، فقال لا، حاء الله لا يعمد إلى أسد يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم. وكذلك خالد بن الوليد أكال الضب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن لحم الضب مباح أو غير مباح، أنه مباح. والمسألة قال إنه لم يكن في أرض قومي فأجدوني أعافه، فأجدوني أعافه، هذا التقرير. أو الإيماء لإشارة، الإشارة النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا واعتزلهن شهرا وخرج في اليوم 29، فقيل له في ذلك، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في التائسة، يعني أن الشهر 29 يوما، 29 بماذا؟ بالإشارة، هذا بيان للشهر، بيان بالإشارة، ما هي الإيمان. كذلك القياس، القياس لما جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله وهو لا يقدر أن يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن يركب البعير، أفأحج عنه؟ قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى، هذا بيان لي بطريق القياس، بيان بطريق القياس، فقاس دين الله عز وجل على دين العبد، على دين العبد، وأن كل منهما يجوز أن يقضيه وليهما، قال فدين الله حق أن يقضى. هذه كلها أنواع البيان، بيان الكتاب والسنة يقع بهذه الأمور، وهو يحصل بالتعليل والقول والمفهوم والتأويل والنسخ والتخصيص والدليل من حس أو عقل على التفصيل والفعل والإقرار والإيماء والكتب والقياس في الأشياء. كذلك بالكتابة، النبي كتب إلى ولاته كتبا يبين فيها أنصبة الزكاة ويبين فيها أسنان الديات وما إلى ذلك، هذا بيان بماذا؟ بالكتابة، بيان بالكتابة، كل هذه الأنواع يقع بها البيان. ولذلك المصنف رحمه الله قال البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، في تعريفه، في تعريفه مجاز، لأنه لا إخراج من الحقيقة، حقيقة وليس هناك حيز. ومن شأن التعريف أن لا يذكر فيه المجاز، لكن إذا لم تكن معه قرينة، أما إذا كان مع المجاز قرينة فيجوز التعريف به أو لا يجوز التعريف به، يجوز التعريف به، ولا تجوز بلا قرينة بها تحرز كما يقول صاحب السلم. إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، قال وإنما يجب لمن أريد فهمه اتفاقا، والأصح أنه قد يكون بالفعل، الأصح أن البيان قد يكون بالفعل، والفعل هو يشمل هذه الأشياء كلها التي ذكرتها لكم، كلها يشمل الكتابة والقياس وما إلى ذلك، وأنه قد يكون بالفعل. ثم قال وأن المظنون يبين المعلوم، الأصح أن المظنون يبين المقطوع، المعلوم هو المقطوع، بمعنى أن الظنية يوضح ويفسر القطعية، القول الأصح. القول المقابل الأصح يقول لا، لا يبين لأنه دونه، فكيف يجعل في محله حتى كأنه المذكور بدله؟ وأجاب أهل القول الصحيح لوضوحه. ولذلك قلنا يوصيكم الله في أولادكم، الآيات هذه قطعية، قطعية المتن إن قرآن، وقد بينت الأحاديث
الظنية لا يتم مسلم الكافي ولا الكافرون، نحن معاشر الأنبياء لا نواصل، هذه أحاديث أحادية، والأحاديث أحادية هي من قبيل الظني، وقد بين القرآن وهو قطعي. إذن الظني يبين القطعية لا حرج في ذلك، وأكثر عمومات القرآن ظنية كما تقدم لنا. ثم قال رحمه الله قال وأن المظنون يبين المقطوع، معلوم أن المتقدم وإن شهن عينه من القول والفعل هو البيان، قد يتعدل البيان، البيان قد يتعدد، يتعدد مع الاتحاد أو يتعدد مع الاختلاف، بمعنى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبين مثلا آية بقوله وبفعله، والقول والفعل يكونان متحدين، وهذا لا غبار عليه. المتقدم نقول فيه هو البيان، والمتأخر منهما نقول فيه إنه تأكيد له، إنه تأكيد له. مثلا وأقيموا الصلاة، الصلاة لفظ مجمل، بين النفس بقوله وفعله، بين النفس بالصلاة بقوله وبفعله، إذا تعدد المبين أو لم يتعدد، تعدد المبين، قول النبي مبين وفعله مبين مع اتحاد المبين وهو الصلاة مثلا، فمن المبين منهما إذا تعدد المبين واتحد؟ السابق هو المبين واللاحق هو المؤكد، هو المؤكد. فلما نزلت وأقيموا الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قدم البيان الفعلي هو الأول، ولما فرغ من الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن بين الصلاة بفعله وبقوله. وإذا قلنا إن قوله هو إن فعله هو السابق فهو البيان، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي تأكيد له، تأكيد له، هذا هو معنى هذا الكلام. وأن المتقدم وإن جاء هذا المتقدم صارت نعرفه، نعرف المتقدم من البيانين المتفقين، وصارت نجهله لا علينا فيه. المتقدم هو البيان، والمتأخر هو تأكيد له، هو تأكيد له. وهذا المثال يوضح لكم، أقيموا الصلاة، الصلاة لفظ مجمل، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبينها بقوله. إذا قدم الفعل هو الأول وأخر القول فمن المبين؟ فما المبين؟ هو الفعل. والقول إذا كان متأخرا نقول تأكيد له، هذا معنى هذا الكلام. وأن المتقدم وإن شهن عينه من القول والفعل هو البيان، أي هو المبين، والمتأخر نقول فيه تأكيد له، وإن كان دونه في القوة، وإن كان دونه في القوة، هذا القول الراجح. القول الراجح يقول لا، إذا كان كذلك فهو الثاني هو المبين، لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه. وأجيب بأن هذا في التأكيد بغير المستقل، بغير المستقل. أما التأكيد بالمستقل فيجوز أن يكون الثاني أدنى من الأول. ألا صح أن الجملة مثلا تؤكد بجملة دونها؟ إن زيد قائم، زيد قائم، إن زيد قائم، هذه جملة، جملة تأكيدية، زيد قائم. لا شك أن الجملة الأولى أقوى من الثانية، إن الأولى مؤكدة بإن، وجملة الإسمية، بينما الجملة الثانية غير مؤكدة، تؤكدها أو لا تؤكدها؟ تؤكدها، تؤكدها. إذن إذا تعدد البيان واتحد فإن المتقدم من البيانين هو البيان، هو المبين، والمتأخر تأكيد له، هذا معناه.
والمتقدمة، وإن شهدنا عيناه من القول والفعل هو البيان، وإن لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين وأمر بواحد فالقول وفعل ندم أو واجب متقدم أو متأخر. إذا تعدد البيان ووقع الاختلاف، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الشيء بقوله وبفعله، ولكن قوله مخالف لفعله، فما هو البيان؟ فما هو المبين الذي نشد أيدينا عليه؟ قال رحمه الله زيد قال كما لو طاب الحج وطاب القول هو البيان، يبقى لنا دائما القول هو البيان، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. كأن زاد الفعل على مقتضى القول، كما لو طاف بعد الحج طوافين بعدما نزلت عليه آيات الحج المشتمل على الطواف، وليطواف بالبيت العتيق، ثم طاف صلى الله عليه وسلم مثلا طوافين وأمر بطواف واحد، الآية هي مجملة، انتبهوا، وليطواف بالبيت العتيق مجملة لم تحدد لنا، فجاءت السنة وبينتها، النبي بينها بقوله وبفعله. مثلا فرضنا أنه طاف هو طوافين وسعى سعيين، وأمرنا نحن بطواف واحد وسعي واحد، فما هو المبين منهما؟ هل هو القول أو الفعل؟ القول أمرنا بماذا؟ بطواف واحد وسعي واحد. الفعل أنه طاف طوافين وسعى سعيين. إذا هنا اختلف المبينان، اختلف المبينان. الجمهور قالوا القول هو المبين، القول هو المبين. لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف به في الحج طوافين وسعى سعيين، وأمر الصحابة أن يطوفوا طوافا واحدا وأن يسعوا سعيا واحدا، ففرق بين القول وبين الفعل. هنا نتبع ماذا؟ قوله. نقول الواجب علينا والمطلوب في حقنا هو طواف واحد وسعي واحد، والفعل الذي الفعل هو ندب أو واجب في حق صلى الله عليه وسلم دون الأمة. الفعل ندب أو واجب في حق صلى الله عليه وسلم دون الأمة. إذن البيان هنا في مثالنا هذا هل هو القول أو الفعل؟ القول. وما زاده الفعل؟ واجب أو ندب في حقه دون الأمة، سواء تقدم القول عن الفعل أو تأخر عنه. فهمنا هذا الكلام؟ وقد روى البيهقي وروى النسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين، أن علي رضي الله عنه حديث لا بأس به، طاف طوافين وسعى سعيين، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. لكن جاء، وهذا مذهب الحنفية، الحنفية يقول أن الإنسان إذا حج قارنا فإنه يطوف طوافين، طواف الأول للحج والطواف الثاني للعمرة، ويسعى سعيين، السعي الأول للحج والسعي الثاني للعمرة. وجمهور من المالكية والشافعية والحنفية يقول لا، بل يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا. وقد جاء في الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا. إذا الفقهاء اختلفوا في هذا، لكن على كل حال المثال هو لا يخصص كما يقولون، يتسامح فيه. لو مثلا بعد نزول آية الحج المشتمية على الطواف وليطواف بالبيت العتيق وهي مجملة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الآية بفعله فطاف طوافين وسعى سعيين وبينها بقوله قال نطوف طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا، فما هو المبين عند الجمهور؟ الجمهور يقول المبين هو القول،
إذا المطلوب في حقنا نحن طواف واحد وسعي واحد، ولكن طواف الثاني والسعي الثاني الذي زاده النبي صلى الله عليه وسلم في فعله نقول هذا واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو مندوب في حقه دوننا، لا علينا، تقدم القول أو تأخر. هذا هو الراجح من مذهب الجمهور. أبو الحسين من المعتزلة له مذهب خاص، وقال يقول المتقدم هو البيان كما في قسم اتفاق البيانين، كما في قسم اتفاق يقول القول هو البيان، يقول المتقدم هو البيان، يقول المتقدم هو البيان. قال فإن كان في مثالنا هذا، فإن كان المتقدم القول فحكمه ما سبق، فالواجب في حقنا نحن طواف واحد وسعي واحد، والزائد هو ندب أو واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة. وإن كان المتقدم الفعل، يقول كان المتقدم هو الفعل، يقول هو البيان، وما زاد على القول يقول هو منسوخ بالقول. الطواف الثاني والسعي الثاني منسوخان بالقول، منسوخان بالقول. الجمهور يقول له قولنا بعدم النسخ أولى، لأن الأصل عدم النسخ، والنسخ هو لا يثبت بالاحتمال، بمجرد الاحتمال لا يثبت به. إذا المسألة واضحة. انتبهوا، قد يتعدد البيان، قد يتعدد البيان. إذا وقع التعدد مع الاتحاد فالمتقدم هو البيان قولا أو فعلا، لا علينا فيه. والثاني تأكيد له، هذا معنى قول المصنف المتقدم وإن جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان. وأنا مثلت لك بأمثلة، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بياننا الصلاة ببيانين، بفعله وبقوله، بفعله أنه صلى أمام الصحابة، وبفعله وبقوله قال لتأخذوا عني مناسككم. وهناك أحاديث شرحت لنا معنى الصلاة، العلماء قالوا الصلاة من تكبير الحرم السلام اشتملت على أكثر من 400 حديث، هذه كلها بيان، هذه كلها بيان. إذا بين لنا الصلاة المجملة في القرآن بين لنا بفعله وبقوله. إذا قلنا إن السابق هو الفعل فنقول فيه هو البيان، والقول الذي بعده نقول فيه تأكيد له، نقول فيه تأكيد للبيان. لماذا؟ لأن القول والفعل متحدان. إذا اختلف القول والفعل، كأن زاد الفعل على مقتضى القول، فما هو البيان؟ قالوا البيان هو القول، تقدم أو تأخر، هذا مذهب الجمهور. البيان هو هذا إذا اختلف البيانان. ومثاله بيانه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطواف واحد وطاف طوافين، فيكون بياننا الطواف بقوله وبفعله، لكن بيانه بفعله أنه طوافان وسعيان، وبقوله أنه طواف واحد وسعي واحد، فما هو المبين؟ الجمهور قال المبين هو القول، المبين هو القول. إيه وما زاده الفعل؟ ما زاده الفعل هو واجبون أو ندبون في حق صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الطواف الثانية وأن السعي الثانية في حق النبي صلى الله عليه وسلم مندوبان أو واجبان، ولكن في حقنا نحن غير مشروعين، غير مشروعين. فهمنا هذا الكلام؟ هذا مذهب الجمهور. أبو الحسين البصري له مذهب خاص يخالف فيه الجمهور، يقول بأن المتقدم هو البيان كما في قسم اتفاق البيانين. المتقدم لو فرضنا أن المتقدم هنا هو القول، قال نطوف طواف واحدا وطاف وطوافين، فالمطلوب في حقنا هو طواف واحد، وما زاده الفعل هو
مندوبون ندبون أو واجبون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فرضنا أن المتقدمة هو القول، ولو فرضنا أن المتقدمة هو الفعل طواف طوافين وسعى سعيين ثم قال أنا طوف طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا، يقول لنا ها هنا البيان هنا هو المتقدم وهو الفعل، والقول ناقص عن الفعل. كيف يكون ناسخا؟ القول يكون ناسخا للطواف الثاني وللسعي الثاني. هذا إذا فرضنا أن فعله زاد على مقتضى قوله. فلنعكس، نقول إن فعله نقص عن مقتضى قوله، فقياس على مذهب الجمهور أن البيان هو القول. لو مثلا طاف هو طوافا واحدا وأمرنا بطوافين عكس ما تقدم، أمرنا بطوافين وطاف هو طوافا واحدا، فما هو الحكم؟ الجمهور يقول المتقدم هو البيان، يقول المتقدم هو البيان. على كل حال إذا كان يقول القول هو البيان، القول هو البيان ونقص الفعل، تخفيفون في حق النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. النبي يجب عليه طواف واحد ونحن يجب علينا طوافان، هذا مذهب الجمهور. بالقياس على مذهب أبي الحسين البصري يقول المتقدم هو البيان. المتقدم إذا فرضنا المتقدم هو القول فمذهبه كمذهب الجمهور، وأن المطلوب في حقنا نحن طوافان وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم طواف واحد، والطواف الثاني يكون تخفيفا عنه صلى الله عليه وسلم دون أمته. وإذا فرضنا أن المتقدم هو الفعل يقول فما زاده القول عليه مطلوب بالقول، يقول ما زاده القول على الفعل وهو طلب طوافين مطلوب بالفعل، مطلوبون إذن لابد من طوافين ولابد من سعيين. مسألة بسيطة جدا، انتبهوا إليها. على كل حال أعيدها مرة أخرى، قد يتعدد البيان، مبين يكون واحدا ولكن البيان والشرح والتوضيح يكون متعددا. هذا البيان المتعدد قد يكون متفقا وقد يكون مختلفا. إذا اتفق البيانان فالمتقدم منهما هو البيان والمتأخر منهما تأكيد له، هذا شيء واضح. ونحن متنا بقوله تعالى وأقيم، حتى الحج نيت، حتى الحج نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم طاف سعى وقف في المواقف إلى غير ذلك، وقال لتأخذوا عني مناسككم، مع أن الحج في القرآن مجمل، ولله عن الناس حج البيت من استطاع عيسى، مجمل ذكره الله مجملا، ولكن الذي فصله وبينه هو النبي صلى الله عليه وسلم، بينه بالفعل وبينه بالقول. بالفعل أنه أحرم وطاف وسعى ووقف المواقف كلها إلى غير ذلك، هذا نقول بيان فعلي. البيان القولي قال لتأخذوا عني مناسككم، وسئل عن أسئلة افعل ولا حرج ولا وهكذا. فإذا الحج وقع بيانه بالقول والفعل. إذا فرضنا أن المتقدم هو الفعل نقول فيه هو البيان، والقول يكون تأكيدا له. لماذا؟ لأن البيانين متفقان، القول والفعل متفقان. لكن إذا اختلف البيانان كالمثال الذي ذكرنا المصنف رحمه الله، كأن زاد الفعل على مقتضى القول، الفعل فيه الزيادة على القول، كما لو طاف مثلا طوافين أراد أن يبين لنا ولي الطواف فطاف طوافين وأمرنا نحن بطواف واحدين، إذا هنا اختلف البيانان بالنسبة للقول طواف واحد، وبالنسبة للفعل الطواف اثنان، طواف متعدد، الطواف متعدد. فما هو البيان؟ الجمهور يقول البيان هو القول، البيان هو القول.
وما زاد الفعل وهو الطواف الثاني واجبون أو مندوبون في حق صلى الله عليه وسلم دون الأمة سواء تقدم القول أو تأخر، وهذا شيء واضح. أبو الحصين البصري يخالف يقول لا، بل البيان هو المتقدم، المتقدم هو البيان. فلو فرضنا أن البيان هنا هو القول هو المتقدم على قول أبي الحسين يكون مذهبه كمذهب الجمهور، فالمطلوب في حقنا طواف واحد، والطواف الثاني واجب أو ندب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فرضنا أن المتقدم هو الفعل أنه طوافين ثم أمر بطواف واحد، قال على كل حال على مذهب أبي الحسين هنا يقول بأن الطواف الثاني في حقنا نسخه القول، نسخه القول الطواف الثاني الذي بينه النفس في طريق الفعل مثلا، هذا فيما إذا اختلف وزاد الفعل على مقتضى القول. فلو عكسنا وقلنا نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف طوافا واحدا وأمر بطوافين، فالجمهور يقول القول المطلوب في حقنا هو ماذا؟ القول، أمرنا بطوافين فلنطوف إذن طوافين، وكون النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا الطواف الثاني سقط تخفيفا عنه، سقط تخفيفا عنه دون الأمة، هذا قول أبي الحسين، قول الجمهور. أبو الحسين يقول دائما البيان هو المتقدم، فلو فرضنا أن المتقدم ها هنا هو القول أنه أمر بطوافين، أمر وطاف طوافا واحدا على قوله على كل حال أن المتقدم هو القول، يقول بأن المطلوب في حقنا طوافان، والطواف الثاني ساقط في حق النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا عنه دون الأمة. وإذا قلنا إن المتقدم هو الفعل يقول بأن الزائد بالقول مطلوب، الزائد بالقول الفعل في طواف واحد وأمر بالطوافين فالمطلوب منه إذن هو طوافان، طوافان، لهذا يختلف مع الجمهور، وهذا معنى قوله رحمه الله. وأن المتقدم وإن شهدنا عينه من القول والفعل هو البيان، وإن لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين وأمر بواحد فالقول وفعله ندب أو واجب متقدم أو متأخر. وقال أبو الحسين المتقدم. لما ندخل المسألة الأخرى نكتفي بهذا، صلدوها لنا وخفية شوية ديال التعب، صبيحوا صبيحوا واجتهدوا الله يجازيكم. صلى لنا شي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله: والأصح وقوعه أي المجمل في الكتاب والسنة بالأمثلة السابقة منهما ونفاه داود، ويمكن أن ينفصل عنه. والأصح وقوعه الامتياز السابقة منهما أي من الكتاب والسنة. ويمكن أن ينفصل عنها بأن الأول ظاهر في الزوج لأنه المالك للنكاح. الأول وهو قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والثاني مقترن بمفسره. والثانية أو الثاني، وجائز الرفع كما معطوه على منصوب إن بعد أن تستكمل. زيد. والثالث هو ظاهر في الابتداء. ظاهر في الابتداء وهو قوله تعالى: وما علم تاويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. زيد. والرابع ظاهر في عوده إلى الأحد إلى الأحد، لا يمنعن أحدكم شعره أن يضع خشبا في جداره. والأصح أن المسمى الشرعي للفظ أوضح من المسمى اللغوي له في عرف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيحمل على الشرعي، وقيل لا في النهي، فقال الغزالي هو مجمل. هذه المسألة تقدم توضيحها بأتم وجه في قول المصنف: اللفظ إما حقيقة أو مجاز، أو حقيقة إما حقيقة أو مجاز، أو حقيقة أو مجاز باعتبارين، والأمران متفيان قبل الاستعمال، ثم هو محمول على عرف المخاطب، ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه ثم العرفي العام ثم اللغوي. وقال الغزالي والآمدي في إثبات الشرعي وفي النبي الغزالي مجمع، والآمدي واللغوي. تقدم توضيح هذه المسألة.
زي ثم قال وقد تقدم ذلك في مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز وذكر هنا توطئة لقوله فإن تعذر المسمى الشرعي لللفظ حقيقة فيرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي ما أمكنه أو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي أو يحمل على اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز أقوال اختار منها المصنف في شرح المختصر كغيره الأولى مختصر بن الحاجب ماشي مختصر خالي ما كنبقاوش في الفقه زيد مثال حديث الترمذي وغيره الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا فيرد إليه بتجوز بأن يقال كالصلاة باعتبار الطهارة والنية ونحوهما أو يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه فلا يعتبر فيه ما ذكر هو مجمل لتردد ولا يعتبر فيه ما ذكر وعلى هذا الأحناف لا يشترطون على الطهارة ولا غير ذلك في الطواف زيد ويفسون به الآن إذا كان الازدحام شديدا وخاف الإنسان على نفسه وكذا العلماء يفتون بمذهب الحنفية الآن لأجل الضوء زيد ثم قال والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة أو ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما تارة أخرى على السواء وقد أطلق مجمل لتردد بين المعنى والمعنيين وقيل يترجح المعنيان لأنه أكثر فائدة فإن كان ذلك المعنى أحدهما فيعمل به جزم لوجوده في الاستعمالين ويوقف الآخر للتردد فيه وقيل يعمل به أيضا لأنه أكثر فائدة والتقييد بقول ليس إلى آخره مما ظهر له كما قال والظاهر أنه مرادهم أيضا هو مراد الأصوليين أيضا المصنف قال مما ظهر له الذي يظهر لي كذا وكذا ولكن المحلية بين أنه مراد الأصوليين أيضا فلم يخالف المصنف زيد مثال الأول حديث مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكحه بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء فإنه إن حمل على الوطء واستفيد منه معنى واحد وهو أن المحرم لا يطأ ولا يطأ أي لا يمكن غيره من وطئه وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ومثال الثاني حديث مسلم السيب أحق بنفسها من وليها أي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها الطيب على كل حال تستشار لابد أن تتكلم أما البيك فيكفي صمتها الطيب تعرب البيك تستأمر وإذنها صوماتها والطيب تعرب عن نفسها لابد أن تتكلم جلديت بها الزواج ولا كذا كذا أما البيك فيغلب عليها الحياة فيكفيها إذا باكت أو كذا على كل حال وأيضا البكري صمتون كما يقول الشيخ خالد زيد وقد قال بعقدها لنفسها أبو حنيفة وكذلك بعض أصحابنا لكن إذا كان في مكان لا ولي فيه ولا حاكم أن تكون مثلا في بلاد الغرب ما كاين لا مسلمين لا ولي ما عندها لا أبوها ولا أخوها ولا تشي واحد فهنا الدورة زيد ونقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رضي الله عنه البيان بمعنى التبيين إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الاتضاح فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا وإنما يجب البيان لمن أريد فهم المشكلة اتفاقا لحاجة هذاك الشيخ الأمين الشنقيطي عنده أضواء البيان ويسير على النهج الأصولي على هذا النهج الأصولي فيتقول الآية ويقول لك هذه الآية وبينها ويوضحها الآية الأخرى أو الحديث أو كذا النهج الأصولي فلا بد من دراسة هذا الباب دراسة معمقة زيد ثم قال وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه المشكلة اتفاقا لحاجته إليه بأن يعمل به أو يفتي به يعمل به في خاصة نفسه أو يفتي به غيره إذا كان مجتهدا أما الذي لا يحتاج إليه هل يجب عنا بأن يبين له؟ يجب عليه إن هذا من باب العبث زيد والأصح أنه أي البيان قد يكون بالفعل كالقول وقيل لا لطول زمن الفعل فيتأخر البيان به مع بل الفعل أحيانا يكون أوضح من القول كمثل كخطوط الهندسة والهيئة هذه لا يكفي فيها القول والخرائط خرائط الجغرافية وما هل القول يكفي فيها لا يكفي فيها لابد من رسمها
فالفعل احيانا يكون اوضح من القول. زيد والذين قالوا بان الفعل كذا كذا هؤلاء قولهم ملدود. الاعرابي الذي جاء نفسه وساله عن الصلاه قال انما اقم معنا، صلى في اليوم الاول الصلوات في اول اوقاتها، واليوم الثاني الصلوات في اخر. قال الوقت ما بين هذين، بين له بماذا؟ بالفعل. بين له بالفعل ولم يقل له كذا 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 اذهب. على كل حال زيد ثم قال وقيل لا لطول زمن الفعل فيتاخر البيان به مع امكان تعجيله بالقول وذلك ممتنع. ليس بممتنع، ما ان هذا ضربهم ما يصحب هذا القول لضربهم الضوء. زيد ايه قلنا لا نسلم امتناعهم، والاصح ان لانك اذا استنبحت البيانات القرانيه وبيانات النصوص تجدها كثيرة تأخرت. على كل حال إلى وقت الحاجة إليها. زيد والأصح أن المظنون يبين المعلومة، وقيل لا لأنه دونه فكيف يجعل في محله حتى كأنه هذا قول ضعيف، وإلا فالتفاسير تبين لنا القرآن بأحاديث ظنية أحادية هكذا. يعني أنك إذا رجعت إلى القرآن، القرآن هو متواصل ولكن بياناته السنة، والسنة كثيرا ما تكون ظنية أحادية. زيد وقيل لا لأنه دونه فكيف يجعل في محله حتى كأنه المذكور بدله. وكيف يوصيكم الله في أولادكم لا يئس المسلم الكافي ولا الكافي المسلم، كيف تجمعون بين هذه الآية وهذه الحديث مثلا. زيد أن تبقى معزلين عن هذا. زيد والأصح أن المتقدم وإن شهن عينه من القول أو الفعل المتيقن في البيان هو البيان. المتفقين والأصح أن المتقدم وإن شهن عينه من القول أو الفعل المتفقين قولي والفعل مش أو الفعل كيش أو المعنى يفسد من القول والفعل المتفقين في البيان هو البيان أي المبين والآخر تأكيد له وإن كان دونه في القوة. وقيل إن كان كذلك فهو البيان لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه. قلنا هذا في التأكيد بغير المستقل، أما بالمستقل فلا. ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها؟ وإن لم يتفق البيانان القول والعمل كان لا القول والفعل قوله والفعل أصلحها. وإن لم يتفق البيانان القول والفعل كأن زاد الفعل على مقتضى القول، كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج المشتملة على الطواف طوافين وأمر بواحد، فالقول أي فالبيان قوله، وفعله صلى الله عليه وسلم الزائد على مقتضى قوله ندب أو واجب في حقه دون أمته، متقدم كان القول على الفعل أو متأخر عنه جمع بين الدليلين. جمع بين الدليلين وهذا أفضل جمع، خير من جمع أبي الحسين. زيد وقال أبو الحسين البصري البيان هو المتقدم منهما كما في قسم اتفاقهما، أي فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق. يعني أنه واجبون أو ندبون في حقه صلى الله عليه وسلم. زيد دون الأمة. زيد فالقول ناسخ للزائد منه. لا وإن كان أعود وإن كان فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق أو الفعل فالقول ناسخ للزائد منه. زائد للزيادة ناسخ للزائد. أيه قلنا عدم النسخ بما قلناه أولى. أيه ولو نقص الفعل عن مقتضى القول هذا عكس الصورة الأولى. زيد ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كان طاف واحد وأمر باثنين، فقياس ما تقدم لنا أن البيان القول، ونقص الفعل عنه تخفيف في حقه صلى الله عليه وسلم. هذا على هذا الرأي، وهناك من العلماء من قال بأن التخفيف إنما يقع عن الأمة دون الرسول. هناك من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما هو يكلف بما هو أقوى مما تكلف به الأمة. على كل حال، لكن الذي ذهب إليه المصنف وجمع من الأصولين هو هذا المذهب. زيد وقياس ما تقدم لأبي الحسين أن البيان المتقدم فإن كان القول فحكم الفعل كما سبق. كما سبق فحكم الفعل كما سبق أي الفعل أنه تخفيف في حقه صلى الله عليه وسلم دون الأمة. زيد
أو الفعل فما زاده القول عليه مطلوب بالقول. أي فما زاده القول على الفعل فهو مطلوب بالقول. فإذا الفعل هنا مطلوب. اكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب